وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. هذا نصها: حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظكم الله ورعاكم ملك مملكة البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يشرفنا يا صاحب الجلالة أن نرفع إلى مقامكم السامي أخلص التهاني والتبركات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية المجيدة. وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا نشيد وبكل فخر ما تحققه بلادنا انطلاقا من رؤية جلالتكم النيرة وبما يلبي تطلعاتكم السباقة من نتائج باهرة ومتقدمة لمشاركة المرأة البحرينية وقدرتها الواضحة على تعظيم مكتسبات الوطن ومنجزاته والتي نجدها قد تجاوزت في عطائها حدود وطنها لتصل أصداء جهودها المتميزة للمجتمع الدولي الذي يبادر بدوره باعتماد تجاربنا الوطنية ولله الحمد. صاحب الجلالة، إننا على يقين بأن ما تحظى به المرأة البحرينية اليوم من دعم غير مسبوق وما تحققه من نجاحات منقطعة النطير لهو نابع من جوهر ما يحمله مشروعكم الوطني الشامل من رؤى وتطلعات رحبة تتواصل من خلالها جهود التطوير والتجديد والتحديث، ولتبقى المرأة البحرينية كما العهد بها محور التنمية والبناء في مسيرة تحتضن رجال ونساء الوطن وتعتز بعطائهم. وفي الختام نكرر تهانينا الخالصة لجلالتكم حفظكم الله، داعين المولى عز وجل أن يديم أفراح البلاد وهي تنعم في ظل قيادتكم الرشيدة، وأن يمدكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرينتكم سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فيما يلي نصها: صاحبة السمو الملكي قرينتنا الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقينا بكل الاعتزاز تهنئة سموكم لنا في ذكرى المناسبات المجيدة لوطننا العزيز. إننا في هذه الأيام المجيدة لنود أن نشيد بدور سموكم في قيادة إسهامات المرأة البحرينية مما كان له أعمق الأثر في تقدم مملكة البحرين ونهضتها المباركة وما أنجز في تحقيق طموحات شعبنا في التنمية والحرية والديمقراطية. حفظ الله سموكم ورعاكم ودمتم سالمين. حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.